استاذ هنادي تكلمتي قلتي ما لقينا قاعه اثناء المؤتمر الاعلامي لكم، صحيح؟ نعم. والله ما كانت قاعات في دوله الكويت، رفضوا وايد فنادق، رفضوا. ليش؟ ما رضوا، لان في مصالح مشتركه يعني معاهم او احراج عليهم لان يتعاملون معاهم. احنا تونا يدد ما تعاملنا وياهم فما في مصالح، يعني ما لقيت ولا قاعه. وين سويتوا مؤتمركم؟ والله سويناه بالمكتبه الوطنيه، المكتبه الوطنيه شاكرين يعني.